أما هلا وصلنا مشاهدينا لآخر محطاتنا الصباحية لليوم، رح نحكي فيها عن مفهوم كتير مهم بحياتنا، هو التعليم عن بعد اللي صار جزء كبير من حياتنا، وأكيد فتح لنا آفاق كتير جديدة ومهمة للتعليم والتواصل مع أساتذتنا ونحن متواجدين ببيوتنا. طبعا هذا التغيير بطريقة التلقي اللي نحن معودين عليها عملت هيك تغيير، إن كان بمعلوماتنا إن كان بطرق تعلمنا للغة العربية. اليوم شو هي سلبيات وإيجابيات التعلم عن بعد وكيف عم تكون النتائج على الأرض؟ أسئلة حتجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم، وهي المدرسة آلاء أبو مرق، مدرسة لغة عربية في ثانويات ومعاهد دمشق ومدرسة لغة عربية عن بعد. صباح الخير أنسة آلاء، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه رح نحكي هيك، تحدثينا عن اسباب اللغه العربيه اللي ادت اليوم لمواكبه التطورات الراهنه، وقديش هي مهمه فعلا بحياتنا، لكن اليوم عم بتواكب هي اللغه كل التطورات بحياتنا، تحكي لنا شوي. تمام. هلا الشيء اللي خلانا نحن ننتقل بتعليم اللغه العربيه من التعليم الحضوري والتعليم التقليدي هو اولا انتشار ظهور جائحه كورونا. ايضا نحن عندنا يعني التطورات الحاصله والتطورات التقنيه خدمت المنظومه التعليميه، وايضا انتشار العرب بالاونه الاخيره وفي السنوات الاخيره في بلاد اوروبا وفي مختلف دول العالم ادى الى الانتقال ايضا باللغه العربيه من التعليم الحضوري والتقليدي الى التعليم عن بعد. ولما كانت اللغه العربيه هي لغه الجمال ولغه المرونه، كانت ولما كان عندنا ظروف مختلفه سواء ظروف صحيه او ظروف اجتماعيه او ظروف حتى بيئيه، اللغه العربيه لغه الجمال ولغه المرونه ولغه الاستجابه لجميع الظروف، استجابت اللغه العربيه لهي الظروف وسمحت لنا ننتقل فيها من التعليم الحضوري والتقليدي الى التعليم عن بعد. طيب اليوم لحتى نحن نقدر نعطي عن بعد مفروض يكون في ادوات المدرس استخدمها ليوصل المعلومه بشكل صحيح للمتلقي. نحن دائما بنعرف انه الطالب بس ان كان قدام مدرسه المعلومه بتصل اكثر، بيكون في سيطره على الاجواء اكثر. اليوم صار زادت صعوبه المهمه عن طريق الاونلاين، شو هي اهم الادوات اللي بتستخدميها حضرتك؟ هلا بدايه نحن لازم يكون الانترنت، لازم تكون السرعه عاليه ولازم يكون الانترنت متوفر يعني بشكل كامل وبشكل متواصل. ايضا الحواسيب والاجهزه الذكيه لازم تكون متوفره عند الطالب وعند المدرس. الادوات اللي بنستخدمها المناهج، الكتب، ملفات البي دي اف، اوراق العمل. ايضا نحن عندنا منصات تعليميه ترفد وتساعد المتعلم، مقاطع الفيديو التي تغني الدرس. ايضا عندنا العاب الكترونيه تكسر جمود الدرس كونه عن بعد، وايضا يعني يسهم في اي تفاعل الطالب بشكل اكبر وافضل. يعني فينا نقول عرض المعلومات بطرق حديثه اكثر ابداع، يمكن بتعطي ثقل او تشجيع وتحفيز للطالب. اليوم خلينا نحكي اكثر عن المناهج المستخدمه. طيب هلا انا لحتى نحكي عن المناهج المستخدمه، نحن اللي بيسجلوا او اللي بيرغبوا بتعليم اللغه العربيه عن بعد في منهم بيكونوا بدول عربيه، هذول نحن بنسميهم ناطقين باللغه العربيه، وفي منهم مثلا بيكونوا عرب ايضا هن بدول يعني غير عربيه بمختلف دول العالم، نحن من يعني ابنائهم نلحقهم بفئه غير الناطقين بالعربيه. هلا المناهج اللي نحن بنستخدمها للناطقين باللغه العربيه احيانا مثلا مناهج مدارسهم، يعني انا لما بيسجل عندي طالب من الامارات انا اهله طبعا بيقولوا لي انه انت بدك تتابعي ابني بمدرسته، اما لما بيسجل عندي طالب مثلا من سويسرا من المانيا الى اخره فانا بتبع معه وبستخدم المنهج اللي بيناسب مستواه واللي بيناسب ايضا انه هو جديد على اللغه العربيه وما عنده ما عنده مذاكرات، ما عنده امتحانات، يعني المنهج اللي بيناسب انه هذا جديد تماما على اللغه العربيه. اليوم ضمن الايجابيات اللي عم تذكريها أنسي آلاء، اكيد اليوم في صعوبات اليوم طبعا. عم تكون يعني موجوده، بس يعني انتم قادرين اليوم تتخطوا هي القصه، خلينا نضوي على اهم الصعوبات اللي ممكن تواجهكم بالتعلم عن بعد. هلا اول صعوبه كونه بيعتمد على الشبكه والانترنت بدايه، هو الانترنت انه بلحظه من ممكن نحن بلحظه من اللحظات يكون عندنا مشاكل تقنيه، فالمدرس كمان بده يكون على جهوزيه تامه بتخطي هي المشكله. احيانا بلحظه من اللحظات الطالب ما بيحب انه يفتح كاميرا، لانه نحن ايضا بنفتح الكاميرا طول الدرس، فنحن ايضا المدرس باسلوبه بيرغب الطالب بفتح الكاميرا
طيلة مدة الدرس. من الصعوبات أيضا التي تواجهنا إذا كنا عم ندرس اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية، لأنه مثل ما قلت لك انتشار العرب بمختلف الدول شجع أيضا يعني أشخاص من غير جنسيات على تعلم العربية، فنحن عندنا صعوبات بمخارج الحروف عندهم الضاد والحاء والقاف، فانه ولكن صعبه شوي انه تزبط يمكن اي، بس انه يعني هن اصرارهم ومحبتهم باللغه العربيه بيخليهم يعني الى حد ما الى قدر معين يحاولوا انه يلفظوا الحرف بالشكل الصحيح. ايضا نحن عندنا من الصعوبات اللي بتواجهنا انه نحن اللغه العربيه، مو اللغه العربيه، التعليم الالكتروني ما بيشمل كل غير الجوانب النظريه، الجوانب العمليه ما بيشملها، فيحدث صعوبات. اذا عم نحكي عن امتحانات عبر التعليم الالكتروني فنحن عندنا صعوبه بمنع الغش اذا كان الاختبار يعتمد على الطريقه الالكترونيه. يمكن اكثر شيء ايجابي بالنسبه لإلهم بالنسبه للطلاب. خلينا نحكي شوي عن الاقبال على هذا الموضوع. لا صراحة الإقبال عم يكون عام بعد عام متزايد وبنسبة كتير كبيرة، يعني نحن مثلا من 5 سنوات كان مثلا يعني نسبة انتشاره بين دول العالم بنسبة 10-20%، أما هلأ مثل ما حكيت لحضرتكم صار عندي الإقبال مو بس من أبناء العرب، مو بس يحكر على الدول العربية، لا أيضا العربي بالدول غير العربية، وأيضا أنا عندي صار من جنسيات مختلفة عم يصير في إقبال على تعلم اللغة العربية. طيب ما بين السلبيات والإيجابيات، أكيد اليوم ما بعرف إذا متوازني الكفات أو لا، يعني أنت أكيد حضرتك بهذا المجال تعرفي اليوم إذا كانت السلبيات عم تطغى أو الإيجابيات. خلينا نضوي على هاي الفكرة ما بين السلبيات والإيجابيات للتعلم عن بعد. تمام. هلا بين السلبيات والإيجابيات، هلا كل موضوع بالحياة له سلبياته وإيجابياته. طيب. لما بيكون الإنسان عنده إصرار على توصيل هذا الموضوع بيكون نحن عنا فكرة قد يعني نحن عنا هدف وفكرة نحن بدنا نوصلها، وهي لغتنا يعني هي قوميتنا وهي وسيلة من وسائل التخاطب وأداة من أدوات التفكير، فلما نحن بيكون عنا إصرار نتخطى يعني بيكون نحن قادرين على كسر السلبيات وتطويعها إلى إيجابيات. ما في موضوع ما في سلبيات، صحيح، ولكن نحن السلبيات بنشوفها بمنظور معين ومنلحقها بالإيجابيات لحتى نكون قادرين على إيصال الهدف بشكل أفضل وأجمل. طب إذا بدنا نحط شوية من الفروق بين التعليم عن بعد وبين التعليم الوجه لوجه، أو خلينا نقول التعليم التقليدي، يمكن التعليم عن بعد فيه ميزة حلوة إنه الطالب بيقدر يعيد الدرس، بيقدر يعيد الفيديو أكثر من مرة. خلينا نحكي عن هاي الميزات فيه. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن لما بنعطي الدرس عن طريق زوم في شيء في أيقونة تسجل الدرس، فالطالب مثل ما تفضلتي حضرتك بيقدر يكرر الفكرة اللي هو ما فهمها قد ما بده. أيضا التعليم عن بعد راعى الفروق الفردية بين الطلاب. أنا عندي طلاب بيكون عندهم قلق اجتماعي، يعني بيخجلوا يشاركوا قدام رفقاتهم، ما بتظهر مهاراتهم لما بيكونوا مع رفقاتهم، فالتعليم عن بعد قادر على إظهار الفروقات الفردية وقادر أيضا على تنمية المهارات لدى الطالب. ممكن بيزيد الثقة بالنفس وخاصة بالأفراد اللي عندهم خجل، يعني يكون طالب جدا معلوماته جميلة ولكن هذا الخجل أحيانا بيسبب له سلبية بإجاباته. طيب اليوم برأيك هل المناهج اللي أنتم عم تدرسوا من خلالها كفيلة بإيصال كل المعلومات الموجودة باللغة العربية أو لإيصال الهدف يعني اللي حابين توصله؟ هلا من الإيجابيات اللي ظهرت بعد الانتقال باللغة العربية يعني إلى حد ما من التعليم الحضوري والتقليدي إلى التعليم الإلكتروني، مثل ما قلت إنه اطلاع المعلم على مصادر تعليم متنوعة وعلى مناهج مختلفة، يعني أنا اليوم لما بدي أعطي درس قواعد باللغة العربية بكون أنا مطلع على عدة مناهج، منهاج الإماراتي، المنهاج الكويتي، المنهاج السوري إلى آخره، فأنا بعطي هذا الدرس القواعد ممكن أخذ من كل منهاج فكرة بكون قادر على إيصال درس القواعد بالشكل الأمثل للطالب. أيضا التعليم الإلكتروني أتاح إلى إخراج مناهج متنوعة وشاملة أكثر تخدم اللغة العربية. نحن هلأ صرنا عم نشوف أنه في مؤسسات تعليمية عم تحط منهاج، مؤسسات تعليمية إلكترونية عم تبدع في إخراج مناهج جديدة تخدم اللغة العربية والتعليم عن بعد. إذا بدنا نحكي عن الوقت، قديش التعليم عن بعد اختصر وقت للطلاب سواء المدارس الجامعات، اختصر عليهم وقت الطريق، وقت المسافة، وقت الروحة لحضور هذا الدرس؟ خلينا نحكي كمان هي تعتبر من الميزات التعليم عن بعد. هلا والله حقيقة هو اختصر وقت واختصر جهد
يعني ليس على الطالب فقط، ايضا على المدرس. فيعني هذا ايضا من يعني احدى ايجابيات التعليم الالكتروني. طيب اليوم كنا عم نحكي، عم تقولي لي اليوم الاهالي بيحضروا احيانا مع الطلاب، بجوز اليوم مراقبه تكون من الاهل لشوفوا اليوم مستوى اولادهم لوين، المستوى اللي هنن واصلين له، بجوز ليكون استفاده اليوم من معلومه. يعني صحيح. دائما الاهالي بحاجه لل خلينا نقول مخزون ثقافي باللغه العربيه. بتتناقشي مع الاهل يعني شو بخبروك عن هي الفكره بالاونلاين؟ هل اولادهم عم يستفيدوا؟ هل عم يلاقوا هنن معهم صعوبات؟ بينك وبين الاهل اليوم في تشاركيه ثلاثيه ما بين حضرتك والاهل والطالب. صحيح. يعني صحيح. هلا نحن دائما بعد انتهاء الدرس، درس الاونلاين، انا بتواصل مع الاهالي. هذا واجب كل مدرس انه يتواصل مع الاهالي. هل يعني هل كان في رضا تام عن اعطاء المعلومات؟ شو الايجابيات شو السلبيات؟ الام صارت قادره على تقييم ابنها ايضا. يعني مثلا بتقلي انا سمعت ابني كان قوي بهي النقطه، انا سمعت ابني كان عنده ضعف بهي النقطه، يا ريت لو المره القادمه مثلا انه ركز. ايضا يعني مثل ما انت هلا كنت عم تختبري ايضا انه تكثري من الاختبارات. يعني صار ان الاهل مثلا عندهم تواصل بشكل تام مع ابنائهم، صاروا اكثر قدره على تقييم ابنائهم بالتعليم الالكتروني. إذا بدنا نحكي شوي عن حكينا عن الوقت، حكينا عن هذا الشيء، يمكن الظروف أحيانا ما بتساعد كل الطلاب اليوم لحتى تدرس ضمن هالبيت. ما بعرف هذا الشيء إذا التعليم عن بعد كمان بيفرض أنه يكون في ظروف معينة ضمن البيت. هلا هي الظروف المعينة، أولا توفر الشبكة، هي أهم شيء. تمام، يعني وإلى حد ما الهدوء. هدول اهم شيء. طيب خلينا نروح لاجواء الامتحانيه اليوم. انت لانك قادره تمنعي اي عمليه غش، لانك قادره انت تكوني انه في ثقه كامله انه هذا الطالب ممكن ما يغشك او يروح للمعلومات الالكترونيه ويعب كونه اونلاين. نحكي عن اجواء الامتحانات، شو بتعملوا؟ يعني هو فضول للناس اليوم عن البعد، كيف عم يكون الامتحان؟ هلا نحن لما بنستخدم التعليم الالكتروني عن بعد بالمدارس ايضا يعني اكيد في كاميرات مراقبه، ولما نحن بنضع اسئله استنتاجيه ترصد مدى فهم الطالب للفكره والمعلومه التي بين يديه، هذا يعني هي وسيله من وسائل واداه من ادوات منع الغش. يعني لما انا بعتمد على استنتاجه وفهمه وادراكه ما راح يكون كثير قادر على الغش. جوجل جوجل ما راح يقدر يجوجل ابدا. فبتراقبوا عن طريق كاميرات؟ طبعا نحن بنراقب عن طريق كاميرات صفيه، واي حركه واي تصرف بيكون تحت سحب الوراء. عندهم علم الطلاب بوجود الكاميرات؟ اي طبعا اكيد. تمام. برايك اي الاعمار اللي هي فعلا قادره انها تركز بالتعليم عن بعد؟ هل في اعمار معينه، يمكن الاعمار الصغيره او يمكن الكبيره اللي هي بتركز؟ خلينا نحكي شوي عن هذا. هلا بالنسبه للتركيز، هلا التسجيل بيكون ابتداء من 3 سنوات يعني الى ما لا نهايه، يعني لاي عمر انت بدك اياه. يعني انا في اشخاص عمرهم 45 سنه بيحبوا يعني يتعلموا اللغه العربيه مشان قراءه القران الكريم او حتى مشان قراءه الكتب القصص والروايات. مين الاعمار اللي بتكون قادره على تلقي التعلم الالكتروني او التعليم عن بعد؟ ما في اعمار معينه، لانه الاعمار الصغيره هو الاستاذ اللي بيجذب الطلاب بالالعاب بالقصص بالفيديوهات. الاكبر كمان بيكونوا مثلا هن قادرين على استيعاب القاعده اكثر، فهو اسلوب المدرس الطريقه المطروحه هي اللي بتجذب الطالب مهما كان عمره على مختلف الاعمار. اكيد. وذكرتي نقطه اليوم، يمكن قراءه القران الكريم هي من اهم، خلينا نقول القراءه قد ايه بتثقل اللغه العربيه، قد ايه بتثقل الاحرف اللثويه. يمكن هي يعني بعد ما تعلمي او تنصحي طلابك انه يعني اذا في مجال للقراءه تثقلي هي اللغه بالقراءه. تمام. اي انا اكيد بنصح طلابي اللي عم يتعلموا لغه عربيه عن بعد او حتى هن من غير العرب يقووا قراءتهم ومخارج الحروف مثل ما تفضلتي بقراءه القران الكريم. وايضا نحن بنختار لهم كتب قديمه، يعني انا مثلا بنصحهم بقراءه كتاب البخلاء للجاحظ. نحن عندنا عيون الكتب نختارها للطلاب منشان ترفض افكارهم، لانه نحن مو بس بدنا اياهم يقراوا، انا بيكون همي وهدفي مو بس انه القراءه، ايضا انا بكون انه بيكون من احدى واهم الاهداف، من احد الاهداف واهمها تكوين جمل. يعني ايضا الترجمه من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه، احنا مو بس همنا انه الطالب يقرا، لا يقرا ويكتب
يكون جمل يعبر عن فكرته باللغة العربية. فلما نحن يعني ننصحه بقراءة القرآن الكريم وأهم الكتب، نحن نكون عم نغني فكره. صحيح، عم تساعده بتكوين جمل، عم تساعده. ونحن هيك بدنا نتمنى لك التوفيق بمسيرتك التدريبية، ودائما هيك بتمنى النجاح لكل الأشخاص ولكل الطلاب. شكرا كثير لحضورك اليوم ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لكم. شكرا لحضورك معنا أكيد، والمعلومات اللي قدمتيها بنتمنى لك التوفيق دائما. شكرا لك.